إذن سؤالي لأندرو، لقد عملت في أفلام عدة، وهل أنت دائما موافق على أنه دائما ما يتم وصفك بأنك سبايدر مان أو الرجل العنكبوت، والجميع بالفعل رآك وأنت سعيد وتبتسم في حين أن حينما تلقيت الجائزة بالفعل لم تكن راضيا عن ذلك؟ لقد إذن لم يتحدث أي شخص عن فيلم سبايدر مان، أنا يمكن أن أتحدث معك بشكل خاص عن هذا الفيلم، لكن مرة أخرى كما قال لوكا، فهذا الجانب الصناعي والطابع الصناعي للسينما الموجود حاليا، دائما ما أحاول أن أبرز الجانب الآخر من السينما، ذلك أو ذلك الزي الذي كنت ألبسه في الهالوين، وحظيت بفرصة أن ألبسه أنا شخص بالغ من أجل إبراز نوع من أو طابع من شخصية سبايدر مان. الجميع هنا يعملون في رواية القصة، الجميع هنا يختفي وراء شخصية معينة، وأنا أود أن يكون التركيز على القصة عوض عن أي أمر آخر. لقد عملت بجد كبير حتى أن أجعل الأشخاص يطرحون أسئلة علي فيما يتعلق بشخصية سبايدر مان، وسوف أواصل على هذا النحو، وأنا ممتن لذلك الفيلم ولتلك الشخصية، وأعتقد أن هذا الأمر ساعدني كذلك، فأنا أصل إلى قلوب عدد من المتفرجين والجمهور الذين يحبون هذا النوع من الأفلام، ولقد أعتقد أنني قدمت شخصية مختلفة عما يمكن أن تكون شخصية سبايدر مان في الأفلام الأخرى، ولقد وصل صدى سبايدر مان حتى إلى اليابان، وبالفعل نحن دائما ما نكون أو كنا يوم أمس أو انتبنا نوع من الخجل، فأنتم تعرفون بأن الاحتفال دائما ما يكون لديه نوع من الهيبة، لكن نحن هنا من أجل خدمة المهرجان وكذلك من أجل إسعاد مخرجي الأفلام الذي تم اختيارها من أجل أن تترشح للفوز بالجائزة، وبالتالي فإن كل هذه الأسئلة بالفعل تساعدنا من أجل تصفية الذهن حتى نتمكن من أن نشاهد الأفلام بطريقة أو بعين أخرى، لكن بالفعل يمكن أن نقول أن يوم أمس كان نوع من الخجل خلال حفل الافتتاح. لقد قال بأنه يمكنني أن أضيف أمرا آخر، أنه من الأمر الأكثر جاذبية في شخصية سبايدر مان، و حينما كنت كذلك في 28 إلى 30 سنة وحضرت فيلما يبرز شخصية سبايدر مان، وكنت دائما مفتونا بهذه الشخصية حقا.